aad iyo aad u maasan tahay waa run dagaalka fikirka ah waa dagaalka ugu dheer oo marka dambe hari doono dagaalka militariga waa dhamaanaya kan cunaqabateynta dhaqaale ee aan shabaab saarnay la sidii waa dhamaanaysa laakiin midka fikirka ee 16 sano muddo ku dhow bil ka dhimeen la faafinayay ee dadka diin looga dhigay ee dad badan oo wax ma garata la waxeeyay shabaab oo tafsiir quraan meel ku akhriyo أما من منهج من لفرد يأخرني لما أرك كتب يرى أي شيء لي إنه ضد كلو لغو 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 تكفيري أي واقع يعني ضد كنا فرسموا يكون كم أسكح دقان أي لي فكر كواسع عندنا أنت مدة لكن ده والله لا تقال ما وانا كدي بيري هاي وكم مدة ديري هاي ده قال كم اللي تري أه وعلى جاب إنه سيس عضو بلو يسنا ده بإنه سيس عضو وعلى جيابه لكن فكر فكرة لغة هرتقى لغبة بيا أفكارتي لغبة بيراين أفكارته أو محاكرة ذا لحد حد نمذا الدين جاء علماء ذين يدركين أنت بدل مسني هواي ولا شر محسوها راي مساجد أنا جو عد قارون هذا توم سنة أيوة مساجد هاي بالنواصان شباب أيها مساجد حرج إلى قاركود وحجر مجد مساجد كوا مساجد إلهي لغو دو كذا لغو عباد إسلام لغو حياة دكس القرآن كان إلما قرآن لغو برا لكن الدولة دوائنا إلى الساحة كورقبتها ماشي في دنو يفكر قلوه عن البلاية اللي قوضه مساجد كما هانا نيكا واحكا دحشيقي يا لقا دحبحينا يا مساجد كوان مساجد كينا دلوه كدوكنينا لكن متك فكر كوحن ماشي كشيقي هدو إمام كياي هدو خطيب كياي هدو خف مساجد كسو الدوكنيني ماذا وياي بقو بلاية ماشي كفافينا أسأل لقا قبانا يا مساجد لكن مساجدك ومساجدك سوحانية دوكس القرآن كنت دوكس القرآن كي سوحانية معانك يوش الدوحية معانك على بدلة مركي هوليس التاريخ ذا أيها وزارة دينا التعليم تهدى وحي كشق يسي معلمين تدوكس القرآن كي برشان القرآن كبا إنه قدر منهج وح برشانه ومعلمك دوكس القرآن كي جوغاه الله تببره ومعلم تببره ونظامك إلما هو قدر إلا هيدوكس القرآن كي قرآن كي يسوحوا أخلاق ذوذي أدابتو ذي توعيل وهجاجي لهاي معلن تببران أيها الدكسيين القرآن كدق دور مردو بشارو بشارو إنو وكي جوابين بهيدا مع ميشينا وحانوغو بشارين إنا إنا إي بي أس موبال بانجنا بلوغو سوكرية ديك عصوب أديك عصوب يانو سوكرين واحا كمهدا لوكل بانج ترانسفير أديكان وحاكو سهلين سيفوزو دك دك العقو ديري كرتيد رمان بانجي دا دلك أديكو استعمالي تلفون كا قعنتا International Bank Transfers adeegan waxa ku sahlan inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta mobile money transfers adeegan waxa ku sahlan inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, iTel Money, and Telkom IBAN information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoo tagin xarumaha bangiga IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaas oo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguna soo diri karo lacag kala duwan facility information adeegan waxa uu ku sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dhaqaaqyadaadi ugu dambeeya ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking ku dooro sahlanaan degdegsiimo iyo ammaano kala soo da Google Play ama App Store ku xirno IBS Bank